السلام عليكم شباب. لعبة Ghostwire Tokyo صارت أحلى بكتير بعد التحديث، وحاليا وأنا بلعب فيها بحكي خسارة هاي اللعبة مو معمولة على الواقع الافتراضي. كانت طلعت أحلى بكتير، خصوصا أنك تستخدم حركة إيديك بعمل الأسحار داخل اللعبة. فشاهد انطباع الأولي للعبة وأمنيتي اللي هي سحبة المنال، بما أنه مايكروسوفت اشترت بثيجدا، أنه تكون هاي اللعبة على PSVR 2، واللعبة بتحسها مناسبة للVR، فحركة القتال بطيئة نسبيا والتنقل سلس وبسيط، غير أنه كان نفسي ألعب بلعبة عالم مفتوحة للفي آر، فباعتقادي ما حتواجه الدوخة المصاحبة للحركة المفاجئة على الواقع الافتراضي. معكم أنس من جيمز جيت، ونشوفكم بقناتي على اليوتيوب.